معانا بقى دلوقتي فقرة أزياء مميزة جدا مع الفاشن ستايلست نجلاء باهر. نجلاء، هتكلمنا عن موضة عبايات رمضان 2024 وإيه الألوان الموضة دلوقتي في رمضان اللي احنا فيه، وإيه الألوان اللي الموضة راحت عليها ما بقتش معانا في رمضان ده، وكمان هتقولنا إزاي نختار العباية المناسبة لشكل جسمنا، وبشكل عام إيه هي الأساسيات اللي نختار على أساسها عبايات رمضان. وهنعرض معاكم كمان مجموعة من العبايات المميزة، بس خلوني الأول أرحب بيها. أهلا وسهلا بيك يا نوجة. إزيك يا نور؟ عاملة إيه؟ الحمد لله، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وبخير وسلام. رمضان كريم يا حبيبتي. الله أكرم. منوروني ومشرفوني وجميلة كالعادة وشيك وأنيقة كالعادة. ربنا يخليكي. ميرسي يا نور. عايزين بقى نستلهم منك موضة عبايات رمضان دلوقتي، ايه الحاجات اللي معانا، ايه الالوان اللي معانا، ايه التفصيلات اللي معانا والستايلات؟ بصي، العبايات السنه دي مميزه جدا، وهي اكتر مدية على دراسز اكتر ما هي عبايه. يعني انا بحاول ان انا دايما ادخل حاجه ان هي بس مش رمضان، مش ال 30 يوم بتوع رمضان، ان هي حاجه انفع البسها بعد كده. داخلين على صيف، داخلين على موسم اعياد وافراح، فتنفع تتلبس وتكمل معايا بقيه السنه. فهو ده يعني الثيم اللي انا ماشيه عليه في العبايات بتاعت رمضان السنه دي. الوانها بقى ايه السنه دي؟ زي ما انت شايفه كده، الوان فواتح، الوان بربرق بتلمع، مبهجه، لان احنا داخلين على الصيف، يعني يعتبر خلاص رمضان هو اخر الشتاء، فداخلين على فتره ربيع وصيف، فبرضو الالوان مبهجه جدا معانا. تدخل معانا بقى الوان الربيع. الوان الربيع هتلاقي الابيضات، هتلاقي الفوسفوري، هتلاقي الالكتريك بلو، الازرق الزهري، هتلاقي الحاجات اللي مشغوله يدوي مميزه جدا، الشغل السيناوي، الشغل الشامي اللي هو السوري والفلسطيني هتلاقيه كتير، وداخل متطعم مع الشغل المصري. طب ايه الالوان او الستايلات اللي ما بقتش معانا يا نوجة؟ بصي، العبايه العاديه خالص اللي هي زي الخليجي او اللي هي السودا خالص، كان في ناس لفتره كده بيستخدموها، اللي هي العبايه الخليجي السودا خالص ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش حركه، دي ما بقتش ان قوي يعني. بدلناها بالالوان الزاهيه زي ما قلت لك، والحاجات اللي فيها اشغال او شغل يدوي. طيب، حلو جدا. طيب العبايات اللي هي الميكس او العبايات كمان اللي بتبقى مقفوله، يعني في الحاجات المطرزه المفتوحه وفي المقفوله، مين يلبس مفتوح مين يلبس مقفول؟ وكمان التوقيتات، ايه يتلبس على الفطار، ايه يتلبس على السحور، ايه مناسب اكتر لايه؟ بصي، طبعا الحاجات اللي فيها شغل او فيها بايات او فيها ترتر او فيها خرز، دي بتفضل انها تبقى على فتره السحور بالليل. لو يعني حد معزوم على سحور، حد او معزوم على سحور، خروجه بره بالليل، فبتبقى مناسبه جدا. الحاجات بقى اللي هي بتاعه الفطار، اللي هي الحاجات المودرن شويه، الحاجات اللي بتبقى زي الكارديجن، ونرجع تاني لفكره اللي هو ان انا ينفع البسها بعد رمضان. الكارديجن عموما السنه دي موضه بكل اشكاله، سواء القصير سواء الطويل، وتمشي معاها ان هي تبقى ستايل عبايه. فده موجود معانا ان جدا في فتره الفطار، فطار وما بعد الفطار، والصبح كمان هنشوف حاجات النهارده كده نفس الستايل ده. حلو. في كمان العبايات اللي هي الميكس الوان، وفي العبايات اللي عليها البرنت اللي هو صوره البنت اللي وشها يبقى بطول العبايه، بتبقى لابسه مثلا حلقه اللي هو ما بقتش قوي على فكره، كانت السنه اللي فاتت كتير قوي، كانت نازله كتير قوي اللي هي الصور البروفيل والحاجات دي، ما بقتش قوي. الافريكان او العربي، الافريكان او العربي اللي فيها حلق او فيها كذا، دي كانت السنه اللي فاتت. السنه دي مش واضحه خالص في موضه العبايات، بس دخل مكانها الشغل السيوي وشغل الفلسطيني، يظهر بمناسبة غزة وفلسطين، فهتلاقي كتير واخدة الباترن أو البرينت بتاع علم فلسطين. الشغل كمان اللي هو زي الحروف الكوفي برضو داخلة، بس مش داخلة بشكل صريح، مش الحروف نفسها، بس النقشة، يعني نقشة الكوفي دي هتلاقيها موجودة، وداخل معاها زي ما بقولك كده الشغل الإتامين أو الشغل اليدوي. دي ترند جدا السنه دي. طب ما تيجي نشوف اول تصميم معانا انت جايبه لنا ونتفرج عليه معانا. هايا لنا. هايا اول هايا. تصميم سواري اكتر، وده الحاجات اللي تنفع بقى فتره السحور، شياكه وفخامه. دي جايه في تو بيسز، دريس من تحت وعليه الكاب، ودي بنسميها المغربي. الستايل كمان المغربي طلع ترند جدا، او بيسموه قفطان المغربي. زي ما شايفين كده مشغول على الصدر بالظهر،
نقشة حلوة جدا بورق الشجر والكم من نفس النقشة، نازلة بكل ألوانها بقى الستايل ده. جميلة ممكن منها لو الأزرق الزهري يبقى تحفة، نبيتي في منها خطير. الأزرق الزهري، في منها النبيتي، فيها في الأوف وايت. عجبني فيها إن هي مش بس رمضان، إن أنا ممكن أقتنيها وتبقى بيس تتلبس في فرح صح بعدين يعني أي صح. وقت، هي مناسبة مناسبة قوي لأم العريس أم العروسة، بيس حلوة محتشمة وفي نفس الوقت شغلها مميز جدا. ولو زي ما قلتي في فرح، ولو خدناها من الأوف وايت أو الوايت والعروسة نفسها حابة إن هي تلبس تحتيه دراس مثلا يعني سامبروتال على ده بيتحط القفطان ده ويبقى تحتيه دراس عادي بيزك طبعا ده فرحنا بعد رمضان يعني بعد رمضان يعني نتكلم على ان احنا ازاي نعمل ستايلنج للعروسه وفي الحنة كمان بتبقى حلوه جدا يعني صح. حاجه زي اللي انا لابساها دي تنفع تتلبس قوي العروسه في حنه حلوه قوي بتبقى ستايل لطيف اللي هو الابيض الاوف وايت مع الجولد طبعا من الحاجات الماتش بتبقى حلوه قوي اللونين مع بعض جميله قوي حلوه جدا. نرجع تاني بقى للاشكال اللي احنا كنا بنتكلم عنها وقلتي لي ان احنا بدا يدخل كمان الستايل السيناوي والفلسطيني بالزبط. في الديزاينات بتاعتنا زي حاجه زي الدرس دي اوريهولك يا ريت وريهم حاجه زي دي كده ده من الكتان قطن الكتان حلوه جدا ومشغوله بالشغل واسمها ده اسمه باتش وورك باتش وورك يعني قطع من القماش داخله عامله ميكس مع بعض هنا شغل مختلف. السيناوي هنا شغل سيرما ليها حزام عشان تدي وسط وتدي تقسيمه طبعا بتيجي في اللونين اللون الابيض واللون الاسود وده ممكن على فكره يتلبس كدرس في الصيف في البحر في المصيف بنحب نخرج بالليل مثلا بعد البحر وكده فدي بتبقى مناسبه جدا مش مجرد عبايه رمضان صح وفي رمضان نفسه انا حاساها للفطار هتليق قوي في الفطار حلوه جدا خفيفه كده ومريحه وشبابيه يعني كمان لما بتتلبس الماضي هتلبس الاسود منها لما بتتلبس وبتضيق على الوسط بتبقى شكل الدرس اللي بالحزام ما بتبقاش عبايه اللي هي المتعارف عليها جدا كمان من الستايلز اللي طالعه برضو جديد قوي اللي هو ستايل الشميز الشميز ده واخد الطابع العربي شويه بالعين والعين من الظهر برضو حلوه قوي بالشكل ده وممكن يتلبس اي وقت يعني انا زي ما انت شايفه كده الكولكشن اغلبه حاجات بعد رمضان تقدري تلبسيها على لجن حلو كده العين الزرقاء والعين الزرقاء انا بحب الستايل العين والكف والحاجات حلوة دي حلوه قوي تلبس تحتيها بيزك يتفتح الشميز ده يبقى زي الكارديجان صح فده من الحاجات الحلوه قوي والبيسز اللي مكمله معانا جميله في كمان الستايل ده اللي هو بقى العربي اللي هو الكردان دي تحفه وبتيجي بكل الوانها ومناسبه جدا للمحجبات لان هي كم طويل وطويله الفي والشغل اللي في النص ده بيطول ويرفع فبتبقى مختلفه جدا وبتيجي بقى بكل الوانها في منها المنت في منها الروز الوان مختلفه مش متعرف عليها في فكره العبايات قوي حلوه قوي ومنت منها هتبقى حلوه اللي هو الاخضر بصي ده مثلا بيس حلوه قوي واخده الستايل العربي شويه اللي هي كنت بقول لك الكلام الكوفي او الحروف الكوفي واخده الطبعه ودي ميزتها بقى انك انت لو حطيت لها حزام عادي اسود ابيض احمر درس. هتبقى درس فبما ان الظروف الاقتصاديه اليومين دول مش يعني مش مستحمله ان احنا نعمل رمضان وصيف وكده فهي لطيفه جدا ان احنا نستخدمها بعد رمضان عاجبني يا نوجة والله في الكولكشن بتاعك ان انت فعلا عاملاه ان هو ينفع اكتر ينفع من اوظفه كذا حاجه صيف وحنه وكتب كتاب يعني فعلا ينفع اشكله والبسه انا وتلبسه بنتي ونبدل مع بعض وكده جميل بصي دي بقى طالعه ترندي جدا برضو بقول لك اللي هو شكل الكوفي ده والشغل السيناوي هو مش يعني هو سيناوي هو شامي وسيناوي يعني ده شغل الاردن شغل فلسطين شغل سوريا وشغل مصر طبعا فده بيبقى حلو جدا وشغل هنا على الكم فالستايل ده بيبقى حلو قوي لذيذ قوي اللون الالكتريك بلو ده طالع حسيتيها عبايه امجادي عرب امجاد امجادي عرب امجاد والله بجد فعلا حلو الستايل اللي انا بحبها قوي بقى اللي هي مقسومه نصين واو بترفع
انا ان كل الناس اللي بياخدوا الحاجات دي بيحبوا ان هم يبانوا اطول وارفع وكده. فالفكره ان انا بعمل زي ما حكينا الحلقه اللي فاتت ان انا بركز على جزء من الجسم مش كل الجسم، مش أيوة. الحاجه كلها منقوشه، مش الحاجه كلها قايات، نصه. فهي النص ده هو اللي بياخد العين. العبايه دي مقسومه نصين، فبتدي ايحاء ان هي ارفع واطول، وفي نفس الوقت حركه بقى البايات والكف والعين والشغل العربي ده لذيذ جدا، وبتيجي برده بالوان كتير قوي. والشغل ده بتعمليه هاند ميد يا نوجه ولا بتعمليه ده كله هاند ميد؟ كله هاند ميد. كل في كمان حاجه تركيه طالعه برده جديده في العبايات دي، ان العبايات دي كلها فيها حزام مخفي او حزام داخلي اللي من جوه. من جوه في ناس قصاد البطن بيتربط من عند الظهر بس من جوه، بيتربط من جوه ما بيبقاش باين على الوش عشان ما يعملش. في ناس ما بتحبش الحزام بس في نفس الوقت بيكسم الجسم. في ناس ما بتحبش انها تلبس الحاجه واسعه قوي او اوفر سايز قوي، فبيبقى لطيف وبيكسم كده على الجسم. العيون بقى والكفوف والكلام ده يعني انا مزج الالوان كمان عاجبني، الاخضر مع الازرق مع الجولد، الاخضر والازرق فاكتر من حاجه حلوين جدا. بصي اللون بقى ده خطير. ده اللي هو الفوسفول. خطيره خطيره. بس واخر حاجه بناتي شويه اللي هي القصيره. في ناس بتحب تلبس الحاجات القصيره، فهي مش قصيره قوي، طول الشانيل والنص كم الحركه اللي هي الواسعه دي، الفراشه دي برده من الحاجات الحلوه قوي. حلوه عليها المولويه. عليها المولويه طبعا، مولويه بالحروف الكوفي برده. تحفة. بس لذيذة ازاي؟ جميلة. وبتيجي طبعا كل ده بيجي بكل الوانه بقى، الوان مبهجة جدا يعني. جميلة. طب بس انت رسمة زي المولوية دي او العين او الكف ياخد منك شغلة قد ايه هاند ميد؟ بصي هو يعني كل بيس من دول بتاخد لها تقريبا يومين ثلاثة، البنوتة اللي بتشتغل الكلام ده بياخد لها تقريبا يومين ثلاثة، بس طبعا مع الشغل ومع التمرين بيبقى أسرع من كده. أسرع من كده، أسرع من كده، أكتر من كده. بالظبط. اللي بيطلب منك في الفترة دي أكتر ستايلات بتطلب منك في الفترة دي، واللي بيطلب منك بنات صغيرين ولا ستات كبار محجبات يعني؟ ده وده. كان زمان متعارف إن هو اللي بيلبس العبايات هم الستات الكبار أو الناس اللي بتلبس في عادي عبايات، يعني في ناس هو ستايل لبسهم عبايات. دلوقتي لا خالص، فاول ما بيجي رمضان كله بيدور على العبايه، كله بيدور. اولا مريحه جدا، بتبقى سهله جدا. كمان الفكره ان هي هديه حلوه. يعني انا ممكن بدل ما اروح اخد مثلا صينيه بسبوسه ولا صينيه كنافه وهتتاكل في القعده وخلاص، بتبقى بتطلب كهديه. انا رايحه مثلا لحماتي، انا رايحه لمامتي، فانا واخده لها عبايه او اتنين تفتكرني بيها بقى طول السنه. ما حدش لسه دخل عليا باي عبايات يعني. ما شفناش عبايات. نوجه موجوده اهو يعني، والعبايات حلوه، وانا قلت على كذا حاجه حلوه. اما نشوف بقى، اما نشوف حاجه، اما نشوف بقى نوجه الموضوع ده. احنا معانا كمان ستايل كمان من العبايات، ده برده السواري برده. بس ده ستايل مختلف، بيسموه ستايل الفراشه. لو هيا كده تورينا تفتح ال. ايوه بصي جدا حاجه، عارفه الباترفلاي اسمها ايه؟ السلطانه هيام. الحاجات التركي، الستايل التركي. صح. برضو من الستايلز اللي دارجه جدا السيزون ده اللي هي الستايل التركي ده، حلو. وزي ما قلت لك في الستايل اللي قبله، مدي فخامه جدا، مدي فخامه، وفستان سواريه حلو ومحترم. شغلها حلو قوي، الوانها كمان مميزه، يعني في منها النبيتي، الكحلي، الاوف وايت، تلبسها عروسه. الاوف وايت بتلبسها عروسه بتبقى تحفه عليها. ستايل الفراشه ده انا شايفاها على هايا حلوه قوي ومناسبه قوي، وهايا سنها صغير بالظبط، وحد اكبر من هايا هتبقى برده في لو منتهى الشياكه عليه. 60 او 70 سنه ولبستها هتبقى حلوه. هي مناسبه لكل الاعمار. لو هي اوفر سايز هتبقى لذيذه جدا، لان هي واخده تو لايرز، والتو لايرز دول بيداروا الوزن وبيداروا ملامح الجسم وكده، فبتبقى لطيفه جدا. جميله جدا جدا. والتلبيسه بتاعتها اللي تحت دي، الماتيريال بتاعتها بتكون ايه يا نوجه؟ دي بتبقى زي كراب كده، زي كراب، وليها حزام برضو. لو الكاميرا جايباها اهي، ليها حزام من نفس الشغل النبيتي، بحيث انها تقدر برضو ايه تضيقها وتوسعها وتعمل تقسيم على منطقه الوسط. حلو. بتفضلي بقى لما حد ياخد منك ديزاين بتديله اقتراحي يتلبس على كعب عالي، على فلات، على حاجه مفتوحه، على حاجه مقفوله؟ العبايات دي السواريهات دي يفضل انها تلبس على حاجه عاليه، لان هي فيها لايرز كتير، ما تبقاش يعني فلات. يفضل ان هي تبقى ملبوسه على حاجه شايله العبايه، ومحتاجه جسم برضو يشيل العبايه، يعني ما يبقاش حد قصير مثلا يلبس حاجه زي كده.
طيب لان فيها لايرز كتير وفيها شغل كتير عشان حتى كمان تتلخمش بيها وتفضل شايلاها بالظبط. فهي محتاجه ان يبقى حد بس ايه يعني طويل شويه او مليان يعرف يشيل العبايه. جميل جدا، هستاذنك هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكي مع الستايلات الجميله اللي انت جايباها. فاصل سريع. لسه مكملين معاكم فقرتنا مع الفاشن ديزاينر نجلاء باهر، واحنا بنتكلم عن العبايات، ايه الحاجات الجميله اللي المفروض ان احنا نلبسها في الوقت ده في رمضان، في سواء في الصيام او بعد الفطار، يعني لو رايحين سحور ولا رايحين معزومين على فطار. عايز اسالك يا نوجة على العبايات اللي بتبقى اكتر من راق دي. في بعض الستات والبنات بتخاف منها، تقولك لا هتخني هتعرضني هتزود حجمي، هل في تركه فيها ممكن تخلي البنت اللي جسمها مليان شويه تلبسها وهي مرتاحه، ولا بيفضل انها تلبس حاجه وان بيس حته واحده؟ بصي، هو الناس اللي جسمها مليان يفضل ليها اللايرز، ده يعني بتقلق، ما شوف ده بيبقى العكس. لا خالص، لان هي بتبقى لابسه البيزك الدراس زي ما كانت هايا موريانا من شويه لابسه البيزك، لو لبسته لوحده هيبين تفاصيل الجسم وهيبين انها مليانه او كذا، لكن لما بتلبس عليها حاجه زي المنطوق او حاجه زي اللي هي اللاير الثانيه بتبقى زي الكارديجان، فهي بتداري تفصيلات الجسم، ما بتبانش بقى رفيعه مليانه، فاهمه؟ فبالعكس، ده لما بيكون حد مليان يفضل ان هي تاخد العبايه اللي هي فيها لايرز، لكن واحده رفيعه عادي جدا ممكن تاخد حاجه اللي هي زي الجلابيه كده، حاجه وان بيس. خلاص هي جسمها مش محتاج ان هي تغطي حاجه. جميل. طيب هاي برضو جاهزه معانا بعبايه مختلفه. دي اللي هي الشغل السيوي او الباتش ستايل، اللي هي زي ما حكينا اللي هو مجموعه فابريكس مع بعض، ميكس من السودة من البيضه اللي شفناها. بصي جميله ازاي، خطيره. طبعا دي تتلبس عادي على الفطار، ميكس تحفه بين الشيفون المشغول مع شغل الايتامين او شغل اليدوي. بصي حلوه ازاي، جدا حلوه حلوه يعني. وبعدين مش محتاجه بقى يعني ايه حاجه تانيه معاها، انت لو لبستي شوز سامبل خالص اكسسوري بسيط جدا، هي اللوك كله او الستيتمنت كلها في العبايه. صح، لو هي دوب حلق على فكره اي حلق بس كده، ومش محتاجه اي حاجه. والباتش ستايل ده من الحاجات الحلوه قوي، وفيها تفاصيل كتير يعني، مع انها بسيطه بس فيها تفاصيل كتير يعني، تحس ان هي قيمه يعني، سهلة ومريحة في اللبس ولطيفة جدا جدا وشيك وقيمة في نفس الوقت، فيها تفاصيل كتير بتغنيني عن ان انا استعين بقى باكسسوارز تانية واقعد ادور على حزام البسه ومش عارف اعمل ازاي. هي فيها حزامها، دي اللطيف بقى ان فيها حزامها بيتربط ممكن من جوه او من بره زي ما ما هي عاملة كده. طبعا الالوان بقى الاحمر والاخضر مع الاسود عاملة كونتراست لذيذ جدا، تحفة جدا. ودي نازل منها اللون الاسود مع اللون، وكمان نازل منها الابيض اللي انا وريته لك. شفناه، جميله قوي، ففارق جدا طبعا، باين في اللبس غير ما بيكون على الشماعه الحاجه بتبقى لا خطيره. بصي لذيذه ازاي، حلوه زي ما قلت لك ومريحه وسلسه ومتخل يعني، لو انا عازمه حد في البيت كمان وناس مش هتأيدك بقى وهتجري عبايه وتجبني الاكل، وكمامها مش تضايق في لا خالص، لو انت مستضيفه الناس بتبقى اولا شكلك حلو جدا ومميز. صح، مش موجود عند كل الناس، لان انا بحاول يبقى البيسز اولا ليميتد يعني مثلا 2 3، مش كل ما تفتح الفيسبوك تلاقي كل مصر لابساها. صح، وفي نفس الوقت ما شافوهاش كتير يعني، العين ما شافتهاش كتير، انت عارفه الواحد العين لما بتاخد على حاجه خلاص بتبقى بتزهدها يعني بتزهدها. فانا بحاول ان هي يبقى بيسز مميزه جدا ومش عدد كبير يعني 3 4، بحيث ان هي تبقى حاسه ان هي مختلفه عن الباقي. صح، ما تتكررش بسهوله، ما تتكررش بالظبط، ما تبقاش قاعده في عزومه وتلاقي حد لابس حاجه لابس شبهها نفس اللي هي لابساها من بعيد يعني. بالظبط. لو احنا بنتكلم من شويه عن الاجسام، عايزه اعرف منك الطويله والقصيره، مين فيهم افضل له العبايه المفتوحه ومين فيهم افضل له العبايه المقفوله؟ بصي انا بفضل العبايه المفتوحه للطويله، بتبقى احلى وتبقى اريح وبتبقى باينه العبايه وتفاصيلها على البنوته اللي هي الطويله او يعني او كمان الايه الرفيعه والطويله. بالنسبه بقى للبنوته اللي هي القصيره شويه، انا بفضل العبايه المقفوله يعني، بحب اللي هي زي كانت لابساها هايا دلوقتي. بحب الحاجات اللي هي مثلا في طالع كمان اللي هي الفراشه، مش عارفه
شبه اللي هي لابساها برضو هتطلع بيها دلوقتي. ستايل الفراشه ده برضو حلو جدا للبنوته اللي هي ايه بتبقى قصيره شويه. طيب نشوف كده هاي عشان ال ده الكفتان المغربي بقى يعني كما انزل. حلو. بصي جميل ازاي دي لو عروسه في يوم حنة او حاجه. بصي جميله اول رمضان مثلا وبتستقبل اهل جوزها اهل خطيبها اهل جوزها او هي اللي رايحه لهم بصراحه. هي اللي رايحه لهم بالشكل ده هتبقى الاوف وايت طالع حلو جدا وبيبان قوي مع الجولد زي ما احنا شايفين كده. كل العبايه مشغوله بالشغل السيرما على الكمام. الفتحه اللي هي في الجنب دي مغربي يعني ده ستايل مغربي. بتدي رقي كده وتحسيها اميره يعني في نفسها شياكه جدا صح رويال قوي رويال بالظبط. جميله. بصي تفاصيلها فكرنا بالملكه رانيا. ايوه هي بتحب تلبس الستايل ده جدا. ده حقيقي. جميله جدا فعلا وتناسب زي ما تنفع عروسه تنفع ايوه وزي ما قلت لك يا اما بتستقبل في بيتها يا اما وهي رايحه عند اهل جوزها او هي رايحه معزومه بالظبط كعروسه بقى جديده. عاده يعني العرايس هم يعني بيثقوا بحالهم شويه فبيتعزموا اكتر ما بيعزموا بالظبط يعني. فحلو ده والله جدا هتبقى جميله. وهتلاقي الياقه اللي هي الياقه المرفوعه او الهاف كول دي برده ده برده ستايل مغربي. حلو قوي. طيب بالنسبه ل يعني لو هنتكلم عن احنا قلنا الطويله الرفيعه. الطويله المليانه في ساعات بنوته تبقى طويله ومليانه شويه برضو يناسبها المفتوح ولا المقفول؟ بصي الطويله عموما بيناسبها المفتوح. انا بحب الطويله. الطويله المفتوح. بس لو مليانه سنه المليانه تاخد بقى الحاجه اللي هي تو ليرز زي ما قلنا. تبقى قطعه وقطعه تانيه فوقيها قطعه مقفوله وعليها قطعه مفتوحه زي اللي كانت لابساها هيا دلوقتي. دي حاجه كده ما بتبينش تفاصيل الجسم قوي. وهي نفس الديزاين واخد العين مش هتبصي على جسم البنوته قد ما هتبصي على تفاصيل العبايه. انا بسالك السؤال ده كذا مره لان في بنات كتير تقول لك انا العبايات ما بتلاقيش عليا. لا انا لو لبست عبايه اروح حته تانية خالص ما حدش يعرفني. لا بصي في ستايلز كتيره من العبايات زي ما احنا شايفين كده. زي مثلا العبايه القصيره دي تنفع بنوته صغيره بنوته عندها 18 سنه هتلبسها وهيبقى شكلها حلو جدا عليها اللي هي بالمولويه دي. فده ستايل ينفع بنوته صغيره. صح جميل قوي. طيب السن الصغير بيليق عليهم اكتر الالوان طبعا الفاقعة والالوان الصريحه وهل ينفع يخش معاهم الحاجات زي ما انت لابسه او زي الفراشه اللي شفناها اول حاجه خالص النبيتي على هايا ولا لا للبنات الصغيره؟ بنات صغيره يعني لو هنتكلم لحد سن ال 25 مثلا الحاجات مش الكتير يعني مش زي ما انا لابسه كده كتير. ممكن تبقى شغل البايات قليل زي المولويه زي الحاجات اللي فيها بقى ايه شويه مش مودرن بس ترندي شويه اللي هي العيون والكفوف والحاجات دي. دي تليق قوي على البنات الصغيره او يعني 25 26 تبقى حلوه قوي. لكن الحاجات اللي فيها باترن بقى وورد والكلام ده ممكن يفضل السن الاكبر شويه الثلاثينات اربعينات مثلا. جميل. طيب اتفضلي هايا. بصي هايا لابسه واحده النهارده حلوه قوي. الستايل ده من الحاجات الترندي جدا اللي هي ستايل الفراشه. تليق على الرفيعه وتليق على المليانه. المليانه هتبقى مداريه فيها وما فيهاش تفاصيل. والرفيعه زي ما انت شايفه كده مع هايا العبايه تحفه. اللون الالكتريك بلو مع الابيض يجنن. كمان الشراشيب اللي هي داير ما يدور العبايه دي عامله برده حركه. دي شبابيه جدا. هي دي شبه اللي احنا قلنا عليها امجاد دي عرب صح؟ بالظبط. فيها تداخل عربي من كذا ثقافه عربيه. هي نفسها بس دي اللي انا وريتها لك هنا دي اللي هي زي الجلابيه. ستايل الجلابيه ودي ستايل العبايه الفراشه بيسموها الفراشه. ومربوطه بالحزام من جوه. ومربوطه بالحزام هي مكسماها من جوه. وممكن تسيبيها لو انت مش عايزه تعملي وسط يعني. والشغل على الصدر زي ما احنا شايفين اللي هو الشغل السيناوي والعربي ده مميز جدا. جميله جدا. وبتيجي بالوان يعني بتيجي بالازرق بتيجي بالاسود كله مع البيز الابيض. ودي نازل منها بس ما جبناش النهارده اللي هي بدل الازرق الشغل زي علم فلسطين كده الابيض في اسود. حلوه قوي. بتبقى حلوه قوي برده. جميله جميله جدا. وزي ما انت قلتي تنفع دي بقى تنفع فعلا كل الاعمار مطاطه. بالظبط. انا في كل انا ممكن البسها ممكن بنوتي تلبسها يعني نبدل صح. مع بعض. صح. لا تحفه والله جميله قوي. حلوه جدا. عايزه ارجع لك تاني واسالك بقى
لو ست محجبه وعبايه زي الفروشه اللي كنا شايفينها او اي عبايه القم بتاعها يعني تلتين. زي كده شويه تلتين، بتقولي لها ايه او بتنصحيها بايه ازاي تداري الحته دي؟ بصي الستايل ده نازل منه شكلين، شكل اللي هو الفراشه نفس الشكل بالظبط بس النص كم، ونازل منه ان هو يبقى على اول الكف كده. فيفضل ان هي لو محجبه تاخد الستايل اللي هو لغايه اول الكف. ما بحبش قوي فكره ان انا خلاص انا لابسه عبايه هلبس بقى تحتها ايه، شميز ولا معصم ولا ما بيبقاش لطيف قوي. لو اتزنقت قوي وهي ما عندهاش غير النص كم دي، ممكن تلبس تحتيها بيتباع اللي هو زي المعصم كده او زي البادي تحتيها، بس ما بحبوش قوي. فيفضل يبقى الاصلح ان يبقى العبايه كلها كامله على بعضها لغايه الاخر. يعني مثلا لبسها هاي دي مناسبه جدا للمش محجبه. يعني احنا معانا دلوقتي برضو عبايه جديده لبستها هاي، اتفضلي هاي دي الفراشه. انت لو تلاحظي اللي كانت لابساها قبل كده كانت كم لغايه الاخر، دي هنا كم تلتين شويه، فيها شغل البايات ده برضو تحفه. حلو اللون قوي، اللون فظيع في الالوان ربيعي زي اصفر تحفه وازرق، وفي منها الفيروزي كمان خطير اتجنن مع الشغل اللي فيها. بصي ازاي العبايه نفسها مدي روح حلوه قوي، في سعاده كده، في فرحه من رمضان. ايوه في فرحه عيد ورمضان والله انت فعلا عندك حق يا نوجه في فكره انه العبايه مريحه قوي، فالواحد بيخرج من رمضان. انا لابسه حاجه في بيتك، انا عايزه اكمل لبس كده يعني، انا عايزه صايم ومش قادر ورايح الفطار او السحور وهو مش قادر، فكمان مش هيقعد يلبس بنطلون وبلوفر وجاكيت وكده، فالعبايه دي يعني ملجا سريع ولذيذ. واللذيذ فيها كمان انها اولا طبعا بتخفي عيوب الجسم، ثانيا لو الواحد بردان ممكن يتقل من تحتها من غير ما يحصل اي حاجه، مش حت يعني مش حت ترمل بقى اللي هي الحاجات اللي هي تقيله بس في نفس الوقت مش رفيعه، وحتى لو تخينه شويه مش هتبان قوي لان العبايه فضفاضه لوحدها. ممكن تلبس تحتها بنطلون يعني، وانا بصورهم حتى تلاقيني عشان ما غيرش كتير تلاقيني لابسه تحتي مثلا لاجنج ولا حاجه مش باين. يعني لابسه حاجه من تحتي متدفيه وتمام، البس بقى واصور ولا من كل بالظبط، وابقى تمام التمام مش مشكله. طب انت يعني لو احنا مش هننتقل من تحت، انت رايك ممكن يتحط عليها لو الدنيا بردت شويه يتحط عليها جاكيت شال بقى؟ مش بصي الجاكيت هيبقى اوت اوف كونتنت خالص، هيبقى بره. عارفه اللي جلابس جلابيه وعليه جاكيت ده عليه بليزر لا يعني اللي يليق مع الستايل ده بقى الشيلان. في طبعا شيلان برضو نازله، الكيبس الكابس طبعا نازله والشيلان، الاثنين دول حاجات تاخدي حاجه بقى تمشي معاهم. يعني لو مثلا لابسه العبايه اللي هي بالشغل السيناوي، في كتير الكابات او الشيلان بالشغل السيناوي لون ساده وبالشغل السيناوي، فبتبقى حلوه. تقدري تقلي طبعا لان رمضان برد برده مش حر قوي، فالكاب او الشال هو مناسب جدا للعبايات. انا مش شايفه الستايل اللي انا لابساه ده معانا في اي حاجه خالص لا هو معانا في الباترن بتاعه، احنا اوف موضه. لا انا مش اوف موضه ولا حاجه، لا 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 الحاجات اللي هي فيها الخطوط العربي دي برده من الحاجات ال بس فكرة انه حلوة. مفتوح طيب كده وتحتيه بنطلون وتوب، ده بيحبوه بقى اللي هم ايه السن الصغير بيحب يلبس الستايل ده. تقدري تلبسيه الصبح حتى لو انت رايحه الجامعه الصبح في رمضان او رايحه شغلك الصبح، تقدري تلبسيه از كارديان وبعد رمضان كمان ورايحه شغلي هتلبسي بادي وبنطلون. انا بحب يتلبس تحتيه بادي وبنطلون لون واحد او لونين ماتشنج وعليه ده، بيبقى سهل جدا. ممكن تحطي له حزام كمان بيبقى حلو، لان مشكله الكارديجن او هو ليه حزام بس انا حبيت البسه يعني الكارديجن او او الشال او كده او الكاب، ان انت بتبقي محتاسه بيفتح منك ويروح ويجي. فانا بحب لو انت جسمك يسمح ان في وسط او كذا تقدري تحطي حزام ساده معاها بتبقى حلوه قوي عشان يثبت اللوك، يثبت اللوك بتاعك وزي ما رحتي زي ما جيتي وشكلك يبقى لطيف قوي. طبعا انا لابسه من غير الحزام عشان انا عارفه انا جايه وقاعده وقاعده محدش هيشوفك. بالظبط مش هتحرك كتير فمش مش هيحصل مشكله يعني مش الحمد لله مشكله. بس هو لا ان الحاجات اللي فيها الكتابه العربي، انا عندي حاجه برده في الكولكشن بس ما جبتهاش النهارده، الحاجات اللي فيها الكتابه العربي دي ان جدا في رمضان السنه. حد لما بيجي ياخد منك عبايه يسالك البس عليها شنطه ايه، البس عليها شوز ايه، طب الطرحه قولي لي يا نوجه تبقى عامله ازاي، بيسالوكي الاسئله دي؟
طبعا بصي هو اول حاجه بقولها لما بيكون الحاجه فيها شغل يفضل ان الطرحه بتاعتك تبقى ساده. بشوف ناس بتبقى لابسه مثلا حاجات ريه وتروح حاطه الطرحه مثلا عليها نقشه، صعبه جدا، مش عينك مش عارفه، مش صعبه عشان حاجه، عينك بتروح مش عارفه تركزي مع الطرحه ولا تركزي مع الدرس ولا مع العبايه. فيفضل ان اي اكسسوارز حوالين العبايه هي تكون ساده. يعني انا بعتبر العبايات دي ستيتمنت، انت واخده العين بالعبايه دي، مش لازم بقى البس شنطه منقوشه وطرحه منقوشه وجزمه. لازم تبقى حاجات سامبل خالص، يا دوبك تكمل اللوك بتاعك. جميل جدا. طيب ده احنا اتكلمنا عن الاكسس. طب الشوز اتكلمنا عنها؟ الشوز برضو بقول لك تبقى ساده، مش عايزه تبقى سادة أي حاجه تبقى تودي العين بعيده عن العبايه. المهم الديزاين فعلا يبقى هو الستيتمنت اللي انت عايزه توصليه، ان انا لابسه عبايه مغربي فيها شغل على الكتاف، فانا عايزه العين كلها تروح على الكتف مش على الشنطه ولا على الشوز ولا على الطرحه. طيب احنا معانا صور، عايزاكي تكلميني برضو عنها، تشرحي لي اكتر الديزاينز دي. اوكي. صور برضو عبايات رمضان. اتفضلي احكي لي. الله جميله قوي. دي الاوف وايت. الاوف وايت من العبايه اللي هي الفراشه. بصي ملوكي، هي لوحدها ملوكي. مش مركزه مع نوجه ولا مركزه مع اللي وراها، دي مركزه مع العبايه. غيرت مسار كلامي خالص. بصي وزي ما قلنا دي مناسبه جدا للافراح والاعياد والمناسبات عموما. طبعا دي مش ما ينفعش يعني اوفر قوي انك انت تروحي بيها مثلا فطار او حاجه. فدي محتاجه ان هي تبقى مناسبه بقى. ده ستايل سلطانه هيام، ده الناس بقى اللي بتحب تبقى. انا بحب ده للعرايس اكتر. يعني اللي هو ستايل ده زي فستان مقفول خالص. ومفتوح بس يا دوبك كده لغايه الركبه. ومن تحتيه بنطلون ليجنج واخد نفس اللون بتاع العبايه. ونفس الشغل عليه. كويس والله، انت عامله حسابك على فكره انه برضو في بقى يعني ستات والمحجبات. اصل عبايه، فهي العبايه في الاخر المفروض ان هي بتبقى ساتره تماما. وده يعتبر لبس يعني عربي تراديشنال. فعربي تراديشنال مش هنلبس بقى مفتوح وكات وكده. هو ستايله كده. صح. هو ستايله كده. فانت لازم تاخدي الستايل الاخر. حلو قوي. هنا اللون الاوف وايت منها. دي الاوف وايت منها، ودي فيها فكره الحزام. دي بقى الدانتيل مع الكراب. يعني برضو خامتين مع بعض. الحاجه المميزه السيزون ده كله سواء في اللبس العادي او في العبايات هو الخامات المختلفه اللي بتماتش مع بعض. فعبايه زي دي اللي هي الكراب الابيض مع الدانتيل الجولد. بصي الابيض والجولد موضه ورويل وكل حاجه السنه دي، يعني من احلى الالوان اللي طالعه يعني. فدي برضو اللي هو ستايل تحسي كده تركي شيك قوي على السلطانه يعني. تنكري شويه. انت بتحبي الحاجات الرويل وانا بحب الحاجات الرويل برضو. الرويل دي بتنور لوحدها. العبايه طبعا احنا في رمضان، فرمضان لسه شتاء خطير بقى. اول مره قرب رمضان قوي على الشتاء كده. اللوك ده القطيفه تدفي برضو. حالا كنت هسالك هو احنا القطيفه ما عدتش علينا ليه؟ ده احنا بردانين اهو. بصي دي واللون بقى ايه، لون اللي هو البيربل الموف. البيربل او السيكلامان اللي هو بين الفوشيا والموف. ده بين اللونين. ومشغول بالشغل العربي السيرما، شغل يدوي على الكم وعلى الكابيشون بتاعها. ودي ستايل مغربي. ايوه طبعا باين قوي، حلو قوي. واللون كمان خطير، اللون فظيع واخد العين خطير مع الماتيريال بتاعه القماشه. بالظبط، حلو قوي. دي رجعنا للسلطانه هيان برضو تقريبا. احنا رجعنا للسلطانه هيان. احنا شفنا الموف وشفنا، عايزين نشوف اللي بعد الموف. اللي ده الموف. أيوة. دي بقى ستايل العبايه، العبايه اللي هو الناس اللي بتحب العبايه العربي اللي هي السعودي والاماراتي. خليجي شويه. خليجي شويه. خليجي شويه. دي القطيفه منها، وهنا على بطول العبايه بالسيلفر، وفي منها بالجولد. سيلفر مع الاسود والجولد مع الاسود. دي برضو تحسي انها قيمه جدا. القطيفه نفسها بتبقى تقيله. فيها لمعه حلوه مع الشغل اللي هو الكريستلز اللي هو على الجنبين. دي طبعا بترفع مبدئيا كده وبتطول لان الخطوط بتطول. وبترفع برضو وبتدي طول. اي حاجه بتطول بتطول اللي لابسها، فهي مكسب في كل الاحوال. ودي بتيجي بالطرحه بتاعتها لان هي ستايلها خليجي. فالستايل الخليجي بالطرحه بتاعته. تحفه جميله، حلوه قوي قوي يا نجلاء بجد. والحقيقه يعني انه
ستايلاتك السنه دي مختلفه تماما. اه مختلفه عليا كمان. انا عارفه ده، وحلوه جدا، والالوان جريئه ولذيذه وحلو قوي كمان ان انت عامله يعني ايه دمج لكل الاعمار، عامله الايتم الواحده اي عمر ينفع يلبسها. فحقيقه انا بحييكي على الستايلات الجميله دي، ومبسوطه قوي قوي بوجودك معايا النهارده، واستمتعت جدا باللقاء ده. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا نور. وانت طيبه وسعيده. وانت طيبه وسعيده، ورمضان كريم عليكي يا نور. الله اكرم حبيبتي. ميرسي ليكي جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل في حلقات جايه كتير من برنامج انت على شاشه اي تي سي. استنونا دايما. سلام.